السلام عليكم البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ نتمنى يا ربي يلقاكم على خير وبخير وفي احوال جيده وكل ما كتمنوا هي ربي. اليوم جيتكم بواحد الفيديو فيها شويه الميلونج. خارجه غادي نمشي ليدل دابا وغادي ناخذ واحد خصني شي سخيره. بغيت نصايب معكم واحد الكاطو، كاطو صحي، نقولوا صحي بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا زعما هكا شي حاجه صحيه ما كتغلطش، ما ك... اي حاجه ماشي ما كتغلطش، هي اي حاجه الا كثرتي منها راه كتغلط. يعني بحال من الناس اللي بحال الشكل ديالي، انا من النوع اللي كنحماق على شي حاجه سميتها الكاطو هي اللي خارجه عليا. فوالا غادي نمشي ناخذ ليها واحد هذا الشوكولا كوكو، شوكولا كوكو ولي شكون نقول انايا الشكلاط زعما 100% سواء ناخذ 90% سواء غادي نمشي غير اللي هو قريب ليا. غادي ناخذ داكشي اللي خاصني على ود هاد الحلوه، وابخي غادي نمشي عند صاحبتي دايره صدقه، دايره صدقه خرجت من لوبيتال الله يشافيها، كانت مريضه مسكينه صافي سي دي جوغ 10 ايام هي مسكينه في لوبيتال، وجمعات كاع الاصدقاء ديالها وجيرانها زعما اللي بغى يجي راه غادي يمشي، جمعتنا زعما في نهار واحد غدير صدقه الله يشافيها ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. من جهه غادي نجاوب على الناس اللي كيدخلوا عندي في لي كومونتير كيهضروا على الفيتني، كيشوفوا فيتني. انا حطيت واحد راه هو تبارك الله هو الفيديو اللي طالع عندي كاع بزاف ديال الريجيم، وطيحت ب 8 كيلو. ما تنساوش الناس هذاك راه دوزتو هذاك فيتني صافي دابا 2 عامين هادي، شوفوا وقتاش محطوط الفيديو وشوفوا يعني تبعوا هذا عاد باش كيقول لك زعما انت دايره فيتني وانت يا غليظه وانت يا هادي. بو انا غادي نجاوبكم انا علاش غليظه وعلاش هادي. انا كنت حبله ما يمكنش ليا نشرب فيتني، وكنصح الناس اللي غيشربوا فيتني المهم عاد نجي النصائح. دونك من بعد الولاده ديالي وقعوا لي مشاكل كبيره 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 بزاف، ما كتعدش، واللي كيسمع شي نهار ان شاء الله ماشي دابا، انا غير مستعده باش نعاود لكم شنو وقع ليا وشنو ما وقعش ليا. مازال ما تجمعتش باش انا براسي الله كنحاول اكسبتي راسي براسي باش نعاود لكم المشكل، ما نقدرش بوغ لانستون، انا مازال كنتعالج باش غادي نعاود لكم، ما يمكنش ما كنقدرش نجبد داك الموضوع. فوالا هذا من جهه. بالنسبه للناس اللي غيشربوا فيتني اللي عندهم ان تريتمون ديال مثلا لا طونسيون لا تيرويد، عندهم امراض مزمنه يعني اللي كيتشربوا الدواء افي سيرتو اللي كيشربوا بحال الشكل ديالي، انا كنشرب 3 مرات في النهار الدواء، امبوسيبل ما يمكنش تشربوها البنات. توسكي كي ايدغاتي لو كور اللي كيضغطي الداخل ديالنا ما يمكن لكمش تشربوه، راه انتيغدي. دابا انا اي حاجه ما صعيبش عليا ناخذ فيتني ونطيح بالزربه، ولكن راه ما يمكنش نشرب شي حاجه ايدغاتاسيون يهرب لي كاع الادويه اللي كنشرب غنموت، لان عندي انا الدواء افي ماشي اللعب. هادشي علاش انايا ما كنشربش فيتني، وهادشي انا علاش غليظه سبب لانني دزت واحد المرحله صعيبه من بعد الولاده اللي خرجت من الموت منها، ودونك عندي واحد الدواء اللي كنشربو افي امبوسيبل ما خصنيش نشرب هاد الانواع ديال ايدغاتاسيون، توسكي ايدغاتاسيون امبوسيبل ممنوع انتيغدي نشربها، لي تيزان الدوايات الكينات اللي غادي زعما نشربهم باش ايدغاتيو ليا ممنوع منعا كليا. وكنصح حتى الناس اللي عندهم هاد الامراض هادي السكر اي حاجه ما تشربوش فيتني، اللهم اني قد بلغت. فوالا هذا من جهه. دابا انا جيت ليدل نخليكم، غادي نمشي ناخذ الشوكولا، انا غادي نشارك معكم وغادي نمشي لعند المراه نقدر ناخذ لكم شي القطاس مع صحاباتي. وفوالا وندوزوا الحليوه وتشوفوا الحليوه هذه، وهانتوما معايا يلا دمتم في رعايه الله. فوالا المهم هادشي راه داز، دوزوه مع العصير كيف ما قلت لكم غندوز لكم القطاس. فوالا هادشي داز مع العصير، وهادشي المملحات غيتحط دابا، انا غنشد لكم الطبله وهاد البسطيلات. بالنسبه للبيتزا والبسطيلات والملاوي توسكي سالي فاش غندوز لكم الطبله، كاينه واحد السيده هنا في بو سميتها حسناء، انا غنطاقي لكم الانستغرام ديالها هنايا تحت هنايا في الفيديو ونشوف في صندوق الوصف. اللي بغات شي حاجه بالنسبه لرمضان جاي وهذا مرحبا والف مرحبا، تواصل معها في الانستغرام. وهذا مكان كوكو.
هذا هو المسمن اللي كدير الاخت حسنة. ياك حسنة اللي بغا يتواصل معك في الانستغرام، عرفت الانستغرام ديالك. فوالا المهم البنات راكم نتوما عارفين نعيمه في كاع الفيديوهات كيكون فيهم الجمع راه كتكون هي ديما الضحك والنشاط، تبارك الله عليها الله يخلي لها صحيح صح. امين امين تبارك الله تبارك الله. المهم البنات هادشي راه كله انا وجدته اللي بغيت صيفط لكم احبابي. عندك كيف ما قلت لكم كيف ما قلت لكم البنات اللي سالي اللي بغى يتواصل، انا غنحط لكم الانستغرام يتواصل مع السيده في الانستغرام. توسكي سالي البسطيلات صغار حتى الكبار كديرهم وقيله، ولي بيتزا والمسمن والملاوي حتى همايا، وهادشي توسكي سالي كتصايبو تبارك الله عليها غزاله. والبنت راه بنت ايطاليا راكم عارفين بيتزا ديال الطاليانو. المهم تواصلوا. المهم البنات زيد دخلت للدار نوريكم غير شنو خديت من ليدل. ما لقيتش داك ديال 100%، لقيت غير هذا 85%، حتى هو مزيان غير هو حار بالنسبه للناس ديال الريجيم، وهذا ما فيهش السكر ما فيهش هذا. المهم هذا اللي غنحتاج لديك الحلوه، وخديت الكركاع، خديت لي شامبينيون، وخديت هاد اللاطات هادو ديال الفران. تديش هنايا راه الزبده درت شنو هي فين داكوغ. بون البنات نبدا معكم الكاطو، فيه هو يا نورمالمون انا غندوب المقادير وانتم غادي نخلي لكم مقادير في صندوق الوصف اكزاكتومون. هي نورمالمون فيها جوج بنانات وجوج بيضات، انا غادي ندوبلو لو بغيت نديرو كثير. فوالا فيها غندير انايا 4 د البيضات 4 د البنانات، غندير باكيه ديال هذا. المهم انا البنات دابا ندير لكم داكشي بالمقادير، انا حيت تيلمو كنديرها بزاف، كندير غير عينك ميزان. بون لافاني اول مره غندير فيها فاني، ونورمالمون هي فاش كديري جوج بيضات كديرو غير 8 غرام ديال الخميره ديال هذه، وكوب نورمالمون كوب ديال الكاكاو المر. انا كندير فيها القرفه اختياريه، عندكم القرفه والفاني اختياريين. هاد الكاس غير باش غادي نعبر. نورمالمون هي فيها جوج بيضات جوج بنانات كاس ديال الشوفان وشوكولا بيبيتو شوكولا ولا شوكولا هذا نوار، وكوب ديال الشوكولا بودر كاكاو المر. انا كندير فيها هذا. المهم راكم شفتوا الكركاع مبغاش تخرج. فوالا انا وريتكم المقادير وغادي نكتب لكم نتوما المقادير اكزاكت في اللي غتحتاجوا غير ديال وحده. المهم اللي بغا تجربها كندير شويه ديال المليحه البنات، هي ما فيهاش السكر لان ديجا البنان حلو، سي با لا بين ديروا السكر. انا نوريكم فوالا اكرازي هذه، ملي كتبقاو تكرازي البنان حتى كيتسلق عاد كندخلو عليه البيض. عندي هاد الساشي ديال الفاني غندير مثلا عندك طحنوا البنان. المهم كتجرب هاد الحلوه هادي هاد الكاطو هذا ما تطحنوش البنان، كتمعزوه غير بالفورشيط، ولا عندكم هذيك الاخرى ديال هكذا. انا راه عندي ندير غير ثلاثه شكل البنان صغير. فوالا غندير واحد الطريقه ديال حيت كتعرفوا البنان كيمشي مع القرفه، انا كنحاول نتلف لوغو ديال البنان حيت بناتي ما عندهمش مع البنان في الكاطو داكشي باش وما فيها زعما شي مقادير كثيره ولا سهله وصحيه في نفس الوقت. سيرتو البنان فاش كيقرب يخماج ولا هذا زعما كتولي الجلده ديالو كحله ما يطرماش، يدير بحال هكا هي سميه. فوالا المهم
انا غنحاول نكرازي هذا الشيء مزيان ونقرد الشوكولا ونقرد هذا باش نخلطهم. يلا غادي نرجع باش ما يجيش الفيديو طويل. فوالا الناس غنديروا كاس ديال الشوفان اللي نورمالمون فيها غير كوب واحد، انا حيت مضوب للمقادير حتى زعما كاس كبير ديال العنبه. انا كندير عين كميزان. فوالا نبدا نخلطو بحال هكا، غادي تبقى تقشع ليا هكذا، نخلط غير بالفورشيط. هذا كنديرو منو كوب، فوالا راني كتليكم المقادير. دغيا كطيب في الفوغ البنات، راه الفران الا كان نشعلو الفران الا كان سخون راه 10 دقائق ماكسيموم 10 دقائق. هادي درتها ليا انا و صاحبتي، حيت دايرين تشالنج ديال دايرين سميتو ديال النظام الغذائي باش نطيحو الوزن. هي خديجه بو 64. المهم عرفتش خديجه حيت اللي ما قلناش بحال هكا نقدروا ندوزو جوج سيمانات. المهم حنا السيمانه الثانيه، هادي السيمانه الثانيه ديجا طيحنا كيلونس كيلونس سيمانه واحده، وهذه السيمانه الثانيه. الا كنتو انتريسي لهذا التشالنج هذا نقولوا هذه ندير لكم فيديو، ندير لكم سلسله ديال مثلا نهار ولا يومين شنو كناكل في الصباح شنو كناكل في الغدا شنو كناكل في العشاء كناكل. المهم هذه حيت ندوب المقادير غندير غير 11 درهم. فوالا نسيت راسي بحيت كنهضر، عندي بنياتي بجوج مرات البيبي وبنتي الصغيره. فوالا صافي غادي ندير، ما غنديرهاش كامله غندير. حاولوا البنات تاخذوا اللي كدير الريجيم هذا، حاولوا تاخذوا تكون النسبه ديال الكاكاو عاليه. غندير غير 6 حبات نقطعهم غير هكا عشوائيا باش ما مشي غراب. فوالا حيت كلشي غادي يذوب. فوالا انا نكملها ونرجع ما كنطولش. صافي وغادي ندير الكركاع نتوما اللي بغيتو. الكركاع كيمشي مع البنان. وي ماما سكيتا فوالا صافي ماما وي ماما شتي هانتوما دغيا كتخنا في البلاصه. فوالا ما نكثرش بزاف الكركاع حيت هو غني بالدهنيات. هادي بالنسبه للي بغى يغلاض راه يقدر ياكلها مورا الغدا مورا الاكل، ياكل طرف نيت حيت الشوفان الا كانت كتستخدميه حتى هو كيغلط الا كثرتي منه كيغلط، هادشي كله اللي هنايا كيغلط. ولكن الا خديتي مثلا دابا نوريكم انا كيفاش غادي نقطعها وغادي نرجع معكم. صافي البنات غنديرها في هاد اللاطه هادي وطيب وغادي نرجع معكم. فوالا البنات ها هي سميتها على هاد الشكل بحال هكذا الحلوه ديالنا. فوالا فاش كتشوفوا كديروا غير بحال هكذا بالموس الا ما خرج لكم والو راه صافي راه طابت. فوالا كتجي على هاد الشكل. انا غنقطعها بحال هكذايا دي مورسو. انا غنديرها لكم فلامينياتور ولا غنحط لكم هنايا في نحط لكم التصويره كيفاش قطعتها. هانتوما كتشوفوا كي كتجي الشوكولا دايبه هانتي راه كتبكي، شافتها بنتي البيبي شاف لها ديماغ وكيحسب لها الشكلات وكتخرج لسانها كتكره بغات تاكل. فوالا هذه هي الكاطو اللي شاركت معكم. الا بغيتوا الناس اللي بحال الشكل ديالي عندهم حب ديال الحلاوه هذه صحيه بالحق، راه ما تاكلوش منها بزاف. الا كليتو منها بزاف راه كتنقلب ضد كتغلط حيت راه فيها البنان وشي كلشي كيغلط، الشوفان ولا البنان كلشي كيغلط الا كثرتو منه راه كيغلط. فوالا انا راه كنصايب لهم الكوتي. فوالا راه كتشوفوا هاد سميتو كنصايب لهم المليويات. فوالا غادي قلت لكم نقطع هادي بتيكاغو بحال هكذا، وانا غادي فاش نقطعها غادي نحط لكم لا فوتو. يلا البنات خليتكم على خير وبخير، وشكرا اللي شاهد الفيديو الى الاخر كنشكرو بزاف بزاف، شكرا على المتابعه وشكرا لكم على التشجيع وشكرا شكرا بزاف. يلا دمتم في رعايه الله الى فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه. رجعت لكم نيت باش نوريها لكم حسن ما نحط لا فوتو هانتوما كيفاش كتجي. فوالا كتجي على هذا الشكل هذا من الداخل، واش واضحه ولا لا؟ فوالا كتجي غزاله معلكه. شوفوا الشوكولا كي كيكون دايب ما انا غير هزيتها هنايا صافي. المهم نتوما شوفوها ثاني من هنا الشكل شتو كيفاش كتجي. هذا لاباغ ديال صاحبتي. فوالا هذه البنات علاش رجعت لكم، على ود خصها ضروري تحط في الثلاجه
لان فيها البنان وهذا من الاحسن تحت الثلاجه، وهي ما تقطعوهاش وما تحيدوهاش من لهنايا حتى تتبرد، تتبرد نهائيا باش ما تفرتتش لكم. كتجي غزاله معلكه. طايمي ماما؟ وي تري بون. او اونفان كلا واحد زدت فيها دابا القوام. ديروا فيها دونك الفاني بالنسبه للدراري الصغار، ديروا ليها ديروا الفاني. فوالا شوفي كيفاش كتجي. فوالا بصحتكم وراحتكم اللي غتجربها، غير جربها ما تندموش عليها. ها